وشوشة. هو المطرب بيغني مثلا 10 اغاني ولا 12 اغنيه في البومه، هو ممكن ما يكونش عايش الحالات دي كلها، ممكن يكون عايش حاله او اتنين، بس هو لازم يقدم كل حاجه. فهو ممكن يكلمني يقول لي انا ناقصني اغنيه رومانس، عايز حاجه مقسوم سريع، عايز حاجه دراما، فبناء عليه انا برضو بعيش الحاله دي وبشتغل وبعمل ده. إليسا. إليسا علشان إليسا مش أقوى صوت، بس إليسا المايك بيحب إليسا، إحساسها حلو جدا، بتوصل الكلام بشكل عبقري. هي يعني ممكن ما تكونش أقوى صوت في المطربات، بس هي أعتبرها من أكتر المطربات اللي إحساسها عالي جدا. فهي أنا الألبوم اللي فات ده كنت خلاص أنا أعمل لها اسم الألبوم، بس هي الظروف بس في الآخر ما كانش في نصيب، بس إن شاء الله الألبوم اللي. أقوى صوت في النساء أمال ماهر، أقوى صوت في أنا بص أنا جريء بقى، فأنا هتوقعوني كده في حاجات لا بس أمال ماهر على فكرة أنا عملت حاجات لأمال ماهر قبل كده، بس هي أمال ماهر صوتها أنا بحبه قوي جدا. لا في الرجال في كتير، بس يمكن أنا بحب شوية تامر عاشور. أنا أكتر اتنين مطربين بحبهم تامر حسني محمد حمائي، دول أقرب اتنين ليا وأكتر اتنين نجحت معاهم. تامر عاشور انا بحب صوته لان انا يمكن بحب حاله الحزن شويه، وتامر مركز في الدراما فبحب اسمعه شويه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده من وشوشه.